دكتور ثابت، زي ما كابتن حشيش بيقول كان المكسب النهارده هو الاهم من الاداء علشان النادي الاهلي يرجع تاني لصداره جدول المسابقه. الشوط الثاني لعيبه النادي الاهلي بداوا عكس ما احنا توقعنا، البدايه صح. القويه الزمالك سيطر الشوط الثاني، لكن ما فيش فرص حقيقيه لنادي الزمالك، كان معظم اللعب محصور في وسط الملعب. بس بالتاكيد يعني الف مبروك للنادي الاهلي، الفوز النهارده فوز مهم جدا، النادي الاهلي بيعمل ريمونتادا مهمه جدا. انت الفرق كان 11 نقطه، 11 نقطه من شهرين ما تقولش ابدا النادي الاهلي هيبقى في الصداره من 11 نقطه. لازم نشيد بالكابتن محمد شرف، كابتن محمد شرف بيقدم بصراحه يعني دور محترم جدا، واحد ماسك الفرقه والفرق 11 نقطه ما بين النادي الاهلي والجيش، النهارده بعد في خلال شهرين لعب مع النادي الاهلي 12 مباراه بيتقاسم الصداره مع طلائع الجيش حاليا، طبعا بعد تعادل طلائع الجيش النهارده. كابتن محمد شرف ده الفوز العاشر ليه مع النادي الاهلي منذ توليه المهمه، من 12 لقاء لم يخسر اي مباراه. الاهلي زي ما قلنا بيتقاسم الصداره، ولكن زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسامه الفرق ما بين الشوط الاول والشوط الثاني، الشوط الاول النادي الاهلي قدم اداء ممتاز سواء على مستوى الضغط العالي، سواء على مستوى الاستحواذ، سواء على مستوى التحرك بدون كوره، سواء على مستوى استعاده الكره الثانيه، قدمنا شوط ممتاز. الشوط الثاني غلب عليه الضغط العصبي. أيوة. بسبب ايه؟ بسبب ان انت بتلعب على بدات خلاص عايز بتفكر تحافظ على المكسب، عايز تحافظ على المكسب وبتفكر في البطوله. بتفكر في البطوله، الفرق نقطتين مع الجيش قبل المباراه، الجيش النهارده تعادل بتتقاسم الصداره، فاللعيبه عايزه تحافظ على المكسب، بدليل كمان الكابتن محمد شرف عمل تغييره ممتازه في اخر المباراه بدفع حول طريقه اللعب. عجبني بصراحه كابتن محمد شرف في تغيير طريقه اللعب اكتر من مره، يعني الاول بدا ب 4-2-3-1 زي ما قلنا، احمد سيد عبد النبي وهاني عمرو وجلال احمد وكريم سعد الله واحمد اشرف وزياد طارق واحمد سيد غريب على الاطراف ومحمد فخري صانع العاب وعلي عمرو قدام. طيب مع بدايه الشوط الثاني راح مطلع احمد اشرف، قد يكون شايف ان هو كان محتاج لعيب برضه بيجدد، بيعمل تجديد في وسط الملعب، بيدي حماس، فنزل محمد نصير، محمد نصير جوكر. يعني ده راح محولها تاني 4-2-3-1 لما نزل كوكا، راح لعب بكريم سعد الله جنب احمد نبيل كوكا وقدامهم نصير. عجبني قوي كريم سعد الله. احسن انا من وجهه نظري من احسن اللعيبه في الماتش، جندي مجهول دور يعني ما تحسش يعني انت لا لما تركز في الماتش تلاقي ان هو دوره مهم جدا، بيلعب بروح، لعيب راجل جدا، بيستخلص الكره الثانيه بشكل ممتاز، كميه جري وورك ريت عالي جدا من كريم سعد الله. برضه هو الكابتن محمد شرف حولها 4-2-3-1 بوجود نصير قدام كريم سعد الله وكوكا ومحمد فخري راح يمين ونزل صالح نصر ناحيه الشمال وقدام مهاجم احمد سيد غريب. بعد كده في اخر الماتش خالص خلاص عايز يامن المكسب، راح لاعب بيه ثلاثه مدافعين، يوسف محمد جنب هاني عمرو جنب نصير، ثلاث مدافعين بعد اصابه جلال فارس. فتغييرات كابتن محمد شرف كانت الهدف منها التنشيط، وفي نفس الوقت هو عايز يامن يحافظ على المكسب عشان يحافظ على الصداره. واكيد ده مكسب مهم علشان النادي الاهلي يرجع مره اخرى للمنافسه على صداره هذه البطوله.